الفيسبوك يفوز على إجراءات بن غبريط في ثاني امتحان مصيري. فبعد تداول مواضيع شهادة نهاية التعليم الابتدائي، ها هي مواضيع امتحان شهادة التعليم المتوسط لمادة اللغة العربية والفيزياء، تشعل وتفجر مواقع التواصل الاجتماعي بعد ربع ساعة من الانطلاق الرسمي للامتحان. شيء سهل يعني باش نقطعوا كما يقول لك الشك من اليقين، سما باش نحو المشكل كاع نهائيا. في كل مركز كاين شرطة داخل المركز هذاك. يا أخت الكريمة، رئيس المركز أو المساعد تاع رئيس المركز أو أي إداري أو أي أستاذ ما يدخلش معاه الهاتف من باب المؤسسة، يخليه عند المسؤول تاع الأمن على مستوى المركز. كتبتي تحطي الهاتف عند الاخر، ومن بعدك ما يتعود لا امتحان ما يخرج سوجي ما نديرو مشاكل، ثم يبقى قضيه تاع تسريب هذاك اللي يكون قبل، ثم المسؤوليه تقع على عاتق مديريه التربيه او وزاره التربيه وليس المراكز تاع الاجراء تاع الامتحان. عملية تشويش أو أعمال مقصودة ذات أغراض معينة، أسئلة كثيرة عن تكرار عملياتها التسريب. تسريب تقول وزيرة التربية إنه لا وجود له ما دام أن الترويج له كان بعد انطلاق الامتحانات وليس قبلها. أنا متأثرش عليه، يسربهم ولا ما يسربوش، أنا عندي كيف أتسيبت ما يساعدونش وماشي صالحنا. هي اللي تتحاسب ماشي أنا نفسك. علاش؟ أنا قريت وريفيزيت وكملت. أنا والله ما نعاود الأساتذة يشوشوا علينا كيديروا هاد التسريبات، ما تساعدناش. يأثر ويأثر ليه كامل، وهما يستناو مع أصحابهم التواصل الاجتماعي اللي كامل، هما اسك كاين اسك ما كاش، اسمها يستناو الزلام، يستناو تشويش عليهم بزاف. لانة التسريبات تلاحق وزيرة التربية التي ستعرف صيفا ساخنا، فسيناريو تداول مواضيع الامتحانات الرسمية يعود في كل مرة في انتظار ما سيكون عليه الحال في الشهادة الكبيرة البكالوريا.